بدليل في اخر حفله من عده ايام اسبوعين ولا حاجه كان موجود في الرياض في الموسم الغنائي الغني. فهو ظل مطلوب وكان جاي على كرسي لانه في السنوات الاخيره او في اخر عام او عامين كان فقد القدره كمان على الحركه كويس، معناها انه فضل مطلوب انه يكون موجود. لكن انا بقول ان اللي كان مطلوب قوي شعبان الانسان حضوره تواجده. المطرب فعلا اغانيه كانت قليله، التيمه الواحده لها علاقه بانه ما يقدرش شعبان يخرج بره، ما هوش احمد عدويه انه يقول انواع كثيره او زي شفيق جلال او عبد المطلب. بحكي لك على المطربين الشعبيين اللي هم في الزمن ده. لا هو حاله ثانيه، تيمه واحده. اللي كان عنده بشكل مكثف انه انسان يثير البهجه. وده جزء مهم، حضوره الشخصي هو البطل عنده اكتر يمكن في مؤخرا اكتر من اغانيه. مظبوط.